ما راح اجيب المفاجأة لين ما تغمضين عيونك. انت كيف؟ مفاجأة؟ ايه. ما كنت ادري. ها غمضتي؟ ايه والله ما شفت. اكيد تمام. احلفي والله العظيم اني ما قاعد اشوف. اوكي لا تشوفين. ها وش هالصوت؟ ها صبر صبر صبر. شو هذا؟ ما بيمسك. فتح عيونك. ها؟ هذا ايش؟ شو مكتوب؟ اقرا. عاد قبل مقطع انا اسال متى تجي. هذه طلبية تسمى له كبر الكرتون. خلينا نفتحها مع بعض. شكرا بابا. حي شكرا. عفوا عفوا. ماما انك احلى اب في الدنيا. صبر خلينا نشوف نفتحها مع بعض. انت افتح من عندك وانا افتح من عندك. بسم الله. والله صار لي كذا يوم وانا اساله متى تجي متى تجي. بلاش تحت. هذه طلبية فرح. بسم الله. ما اعرف صح. انا قلت اسم شلون مش مكتوب. مشين مكتوب من هنا شيء. ما تشوفين يمكن. اي هذه موجوده. يلا بسم الله. ها فتحتي؟ لا ما اعرف. بس احاول افتح الطلبيه. بسم الله. ها احاول افتح قبل تسلم من هنا. ايوه ايوه خلاص فتحت انا من عندي. بسم الله. يا قويه بعد اسنانك. المفروض الواحد يستانس مو يبكي. لحظة من هنا. ايوه نسيت الاشياء من كثر التوتر. بس ابحثته. لا حاجة. وش هي؟ ها؟ اللي شو اسمه فواحة. شو اسمه؟ هذيك اللي احط فيها عطر وماء. بس كذا. بابا حي شكرا الله يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يكثر من رزقك. تفاحة من هذا. بالله؟ ايوه. الله يكثر منك. وفتحنا الطلب اخيرا. هو باقي من عندك ما فتحتي من هنا. لا ما هو. اخيرا بسم الله. اخيرا اول حاجة نشوف طلبية فرح. هذه وش هي فرح؟ هذه كريم وبكلات وكذا. اوه طبعا اعطونا رايكم بطلبيات فرح. ايوه ما شاء الله تبارك الله. هذه ما شاء الله قفازات يدين ما شاء الله. قفازات. وش هذا؟ وهذه هذه ايش تسوي؟ هذا انت اشرح لها ما اعرف. شوفوا هذه تحطونه بهذا ودائما ترشون عليها ماء وتكبر زرع ويطلع له وجه وكذا. هذه؟ ايه. شلون تكبر زرع يطلع له وجه؟ ايه. غريبة شايفين؟ ما ادري يطلع له وجه ولا لا بس المهم تزرع. هذه اطلق. هذه فرح. نعول. بس افتحها افتحها افتحها. ترى برضه في كثير. لا بس هذه وش هذه غريبة هذه؟ ايه هذه اللي نلبسها. ها؟ هذه تلبسونها. نعول. نعول. كيوت مرة. اكرمكم الله شايفين؟ ما شاء الله تبارك الله. يلا هذول تم المصادرة صدرتهم. هذه وش هذه لحظة هذه وش؟ هذه ربطات كثير للمدرسة. ربطات شعر. اه اي ربطات شعر. حلو والله. هذه الفواحة اللي مش وانا اقول لك. افتحي خلينا نشوف. يا حليلة. اها بسم الله. شو هذا؟ طيب شوف ايش هذا؟ هذا ايش؟ اي حلو حلو مقاسة فواحة. تمام. هذا ما بتصدقون هو ايش؟ ما بتصدقون. ما اعرفه. ايش هذا؟ هذا اللي تحطون يدينكم تثبتونهن تخلونهن وبعد يمكن بدقيقه دقيقتين ترفعون يدينكم تحطون ماده وبعدها تكشرون اللي حوالينا ويصير شكل. عرفتوا؟ اه اشكال. لا اي لا 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 هذه الرسمه تحت. هذه رسمه اليد شايفين؟ اي يصير زي احط كذا يدي وارفع. الله حركات انت. هذا كفر في جواله اعجبه. حلو. هذا الكفر. وشو هذا؟ كفر. شو هذا ايش اسمه؟ فتيات القوة صح؟ شوف ركزوا ها فتيات القوة. تمام؟ صبر صبر خلينا نخلص فتيات القوة. لحظة. هذا مشت فتيات القوة. طلبته بعد شوفوا. هذا مخدة فتيات القوة. اوه مخدة فتيات القوة. يلا يلا ما شاء الله. كثير فتيات القوة.
لحظة أعطيني فتيات القوة بس. وهذا وش لحظة هذا وش هو؟ محفظة فتيات القوة. الله خطيرة. وهذه إيش؟ اللي تحطونه هنا زي بتحط ترفعون الشعر كيف؟ اللي ترفعون الشعر هذه فتيات القوة. ربطة. ربطة شعر بعد فتيات القوة. هذه الدومين عليها الدومين بعد ولا ممنوع فتيات القوة؟ لا هذه أربطة. هذه شربات. لا وين فتيات القوة؟ هذول شربات فتيات القوة. شرابات فتيات القوة. هذي وشي بعد فتيات القوة وشي؟ هذول زي تحطون داخلهم معقم أو شيء كذا نورة. نفتحها نشوف. هذول بعد فتيات القوة. أنا مقدر. كلهم. هذا إيش؟ فتيات القوة. هذا فتيات القوة فهمتوا اللي يجي بو إبرة كذا تدخلون. فتيات القوة هذه زي الزرة. سكر. مدري والله في بعد. هذا فتيات القوة. وش هذا؟ منشفة. منشفة فتيات القوة. وش بعد؟ خلاص فتيات القوة. خلاص. من فتيات القوة. ألا باقي هذا فتيات القوة وش هذا؟ فك ورها. وانت تعرف شوف هذا وش ما عرفتها ها هذا الطشاش كذا برايه فتيات القوة ترشون منه زي العطر كذا مرش شوف جاي خلصنا فتيات القوة بس شوف وصلني تمام شوف هذول برضو قفازات وبرضو في هذا بعد ابيض جاي ابيض كذا هذولي للمدرسة تمام هذا ايش؟ وشو؟ هذا داخله الكتاب هذا واستكرات ومليان استكرات وكتب حلو طقم هذا ايش يسوي؟ القلم اللي ايش تسوي؟ القلم اللي ايش اسمه هذا اللي تكتب صمغ اللي تكون بيضة وزي اكتب هنا تصمغين فيها؟ ايه اقلام صمغ اول مرة اشوفه صراحة غريب شكله وهذا تاتو وهذا برضو تاتو أوكي. لا مو واضح من هنا عادي نفس هذا ايش هذا؟ وش هذا؟ متحمسات صار واحد منهم نعم نشوفه متحمسات والله وش؟ درج دروج إيه؟ دروج حقات بكلات ما بكلات كذا الوان الوان حلو حلو كان زين ديكوريشن ماله زين حلو هذا خرز وروه هذا الخرز اهم شيء عندها الخرز هذا وروه هذول هم بيفهمونه تقول وروه هذول هم بيفهمونه فهمتوا يقولون ما فهموا شوف هذول اللي تقدرون تحطون بهاي لاينر ومساج تمام هذا ايش؟ فهمتوا؟ يقولون لا الحين هذا صبر هذا ايش؟ مدري ايش؟ هذا اللي صبر هذا اللي تفكونه فاهمين؟ هو شفته شوف الباقيات بعد فهمتوا؟ لماعي تمام الحين راح نوريكم الجزء الثاني من طلبية شيئن شايفين؟ أول حاجة هذا داخله كلام كوري اي كلام كوري داخله هدايا بس استكرات حلو كويس تمام شوف الحاجة الثانية هذه بوكس الهدايا هذه أحلى شيء عندي ألعاب مليان ألعاب داخله كذا أيوه هذه ضحك تقول أي دودة وها المهم ألعاب ثانية شوفوا هذا طيب شوف الثانية اندومي اهم شيء هذا اللي تطبخون فيه اندومي شوفوا بعد لا هنا في فكره وش شوف هذا ما ادري صراحه ايش فائدته بس هذا لازم تفتحونه كل ما تسوون عشان يطلع هواء مو يحترق عشان ما يحترق يطلع الهواء من هنا عاد تفتحون من هنا تكبوا الاندومي لحظه بفتحه ما شاء الله قوي مثل قدر الضبط تفتحونه تطبخون تحطون الاندومي واحلى طبخه كفو تسوي الاندومي بعد المقطع هذا كفو هذا بركه لحظه في شيء مع الاندومي شوي نشوف
هي هذا هذا هي ملاعق الاندومي مو معك ها الحال او نظام كذا تنسيق طالبة الاندومي الحال وملاعق الاندومي الحال شايفين والله حركات شو ملعقة غريبة هذا بركان هذا بركان لعبة لعبة هي شو قلتها هي نقصن براكين حنا حلو والله البركان شايفين وهذا نجوم كذا نزقهم بجدار نزقهم هذه إذا طفيتوا اللمبة أنزقهم بهذا تحطونهن بجدار أبد زي أحط الغرفة كلها نجوم هذا ما جمعهم بس احتياط عشان ألزقها إيه هذولي لزقات تلزقهم بجدار تحط النجم عليه الله كبير هذا وين وش هذا؟ شادو هذا ايش؟ اي شادو اي شدوق مو هو اصلا الشدوق ها هو الشدوق يعني؟ طيب اي شدوق ليش اي شادو؟ حلو والله حلو فكرة التنسوية هذه؟ هذا صابون شوفوا كذا ايه. كيوت حلو والله هذا الصابون المتنقل صح؟ اه داخل اي والله داخله صابون هذا طبعا المتنقل حلو يعني اي لمبة. مكان لو نروح للبر اخذه معي عادي صح؟ حلو والله وريته؟ لا اللمبة لا لمبة. هذه لمبة مع سلك المكتب الشيخة فرح تحطه على الطاولة وتشغل اللمبة هذا سلكة تمام اوكي لحظة هذولي هذا هذا تلزقونه على الجدار مقياس مثلا ابي اعرف انا كم طولي فرح اي احد ابد تعالوا قوسوا طولكم كم حلو حلو والله تلزقون على الجدار وعارف كم المقاس هذولي هذه طبعا اوراق الطابعه فرح اطلب الطابعه من شيء ان لكن ما جابوها اي لكن المشكله هذه الطابعه وجبت اوراق بعد زياده له بس ما جابوها غريبه ما جابوها شيء ان ما يصير كذا يعني نطلب اوراق تجيبوا لنا بدون طابعه غريبه والله غريبه يلا لا يفوتكم اهم شيء الجزء الاول فل الجزء الاول كل شيء يبوه فبالتوفيق للجميع استودعكم الله باي.